أنه حج من مدة سنوات، يقول فبعد قدومي في إحدى السنوات من مزدلفة رميت جمرة العقبة ثم الثانية ثم الثالثة لأني لم أتأكد أي الجمار هي، فهل علي شيء في ذلك؟ وأقول لا أعلم أي الجمار هي أي العقبة، فأنا لا أعرف أي الثلاث جمرة العقبة، فقلت أتخلص من الجميع. لا شيء عليك في هذا، لا، ولكني أنصحك بأن تتحرى العلم بها من قبل الفعل حتى يكون فعلك على وجه الصواب. لا. ولكن مع هذا الآن أنت بفعلك هذا رميت جمرة العقبة يقينا. نعم.